السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة من محاكي المزرعة. فاهم هلا نحن بعد ما شفتوا انتم الجزء الأول اللي هو كان بدون كاميرا، وهلا نحن مع الكاميرا. ليش؟ لأنه طفيت الكاميرا ما بعرف لسبب ما، وشرحنا لكم ايش كنا عم نساوي، أو رح نشرح لكم، نرجع نعيد نشرح بشكل مختصر وسريع ايش كنا عم نساوي. هنيك كنا عم نعبي، نعيد نختصر. فخلينا بشكل مختصر احكي لكم ايش اللي صار كله خلال التسجيل الماضي او التسجيل اللي راح انتم ما شفتوه. رجع شغلت الماكينات كلياتها، الحصادات، المحاريث، كل شيء شغلته. رحت جبت سيارة المي عبيتها مي وجبتها، ورحت انا على سيارة المي عبيتها وجبت المي منها وفضيتها هون. ليش فضيتها هون؟ لانه في عندنا هون عم نسوي طبليات اللي هن المرمر هدول، ورحت جبت هي السيارة مشان نشتغل تحت بالمرمر. طبعا هلا نحن بالبدايه انا ما ورجيتكم اياها لانه طلعت تجي فيه مشكله، راح افرجيكم اياها بعدين، راح تشوفوها بفيديو بكره وبعد بكره من تعديل او رياكشن، ما بعرف شلون. اذا شفناها مناسبه، اذا ما شفتها مناسبه انسوا. المهم فرحت انا جبتهم مثل ما انكم شايفين، حطينا ووتر. كانت هي سياره معبايه، في مثل ما انكم شايفين تقريبا صار عندي 58000 لتر مي، لاني انا مشغل الوقت على 5 يعني اذا سعراته اكثر. طبعا راح يشتغل جوا، راح يطالع صخر مثل هدول او طبليات، راح ينقصوا، وبعد ما ينقصوا راح نطالعهم ونجيبها نحطه هون، راح ينقصوا هون، راح يطلعوا بعدين طبليات صغيره، بعدين ناخذها ونبيعها. طبعا هون المرحله الاولى من الشغل، انا ما بدي اورجيكم كل الشغل لانه هي الابسط، تمام؟ هي ما بدها غير مي، فلذلك قلت اورجيكم اياها اول شيء. هي السبب الاول. السبب الثاني لانه هذوليك المواضيع، الشغلات الثانيه مثل ما فرجيتكم انا قبل انه انا عم بزرع عنب، فزراعه العنب وين هاي اورجيكم اياها هون. تتذكروا انتم بالفيديو الماضي رحنا نحن هون فضينا، فطلعت هون عم بتسوي الخمره او الويسكي او الخمر، نخمر العنب. فلذلك كنسلت على الموضوع صراحه، مو كنسلت على الموضوع يعني، تركناه بعدين بنشرح لكم عليه بس يطلع المحصول ويكمل وتكمل الامور بنكمل لكم عليه، تمام؟ فلذلك نعتذر منكم انه نحن اختصصنا لكم الفيديو او خربطنا بالفيديو لانه تحت الكاميرا واقفه تسجيل ما عم بتسجل، فحقكم علي. فلذلك انا حاب اعتذر منكم اول شيء. ثاني شيء بنكمل تحت ورجيكم ايش فتحت، وبحكي لكم كم شغله مهمه، معلومه جدا مهمه، اللي هي اول شيء انه انت لازم تعمل لي لايك لهذا الفيديو زي ما عملت تعمل له بما انا انزل لتحت. وبالنسبه اللي عم بيسال انه وين لعبه محاكي الشاحنات، ليه ما عم تنزل محاكي الشاحنات؟ تفضل يا عم نلعب شاحنات يا زلمه، هي محملين تراكس ورانا وهي عم نلعب شاحنات بس، ولكن الغرفه متغيره ولا مسوين تحديث والله ماني متذكر انا، ليش هيك حاسس انه الموضوع. طبعا اذا شفتوا هون ما مبين، يمكن شلون بدي افرجيكم اياها، اذا شفتوا هون على الشاشه بنص بنص السياره الخط الشوفير شلون عم بيمشي، شي بومباستيك بس ما يطب التراكس. طبعا ليش التراكس ما انقفل عليه القفل؟ ما فهمت انا. طبعا مثل ما انكم شايفين نحن الان ننزل الى الاسفل، طبعا هو لازم انزل انا وامسك داخل من جوا افضل اجمل يعني. ايوه طبعا هون وصلنا هون، انا قبل شوي كنت ناوي انزل هون اشرح لكم هون بس هون في تليفون حتى، والله منيح لانه نسينا التليفون. طبعا مثل ما انكم شايفين هون اول شيء عم نشتغل بالمي، طلع لنا المرمر. راح انا طبعا جبت هذا التراكس ليش؟ هلا بفهم كل شيء. اول شيء خلينا نصف هي هيك 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 هيك، تمام. صفي انت هون، تعال يا لتراكس معايا، ارفع لي هي، مع ان التراكس مره كبير ليش هيك ما يفهمها. طبعا هون بتحس يا زلمه الاناره جدا ضعيفه جوا هون بالمقلع. طبعا اول شيء راح افصل هذا احطه هون. هلا ايش بدنا نساوي؟ لوك ذو ذس، ايش راح نساوي؟ طبعا اول شيء رح يصير اشتغل انا بالكيبورد، واللي هو ان اللي بينزل الايد، والجي اللي بيرفعها لفوقها، والام والال، الام والكي اللي هن شوف شلون بيعدل هي. فهون اسهل بالشغل بالكيبورد من الفارة يعني، بيكون الشغل شوي ادق. طيب خلينا نروح على الطرف هذاك، بس انا مقرب سيارتي الشحن مرة زيادة. طبعا في هون في شغلة انا صحيح ذكرت اقول لكم عليها، انا حكيتها اول مرة بس رح ارجع اعيدها لانه هذيك كنت مفكر انه عم بسجل، انه في ناس عم بتقول لي وين المودات، بدنا المودات. المودات انا منزل هذا المود بس موجود، بس ولكن هذا المود ما رح تستفيدوا اذا نزلته. ليش يا صديقي؟ ليش؟
لانه هذا المود اذا نزلته في معدات تحتاج تشتغل معها، تمام؟ يعني مثلا انتم شايفين انا شلون اشتغلت، قربت هي شلتها باثنين صغار كتير. في مود موجود خاص للاليات تبعتها، معدلات فلها ايدين، الشوكه تبعتها طويله، فكل رياحيه بتشيل هي، وفي تريلا خاصه مشان رفع هذول الصخرات. شوف شلون، الله انا شلتها يعني طلع شلون على البيت. اذا ما بتلحق فنهزها. طب بس في هون تراكس ماكينه خلصت حرف الدي شيء، ما عرفت طول بالك. طيب انت خلاص وقف، بنرجع لك فيما بعد. خلينا نصفونا على قارات الطريق. هنا هو خلص، هذا كمان خلص. طيب سكره. انت وين بدنا نروح؟ رقم 7 خالص. طب خلينا نروح على الارض بيتي. طبعا هلا هون خلصنا حرث الارض. طب رح اترككم بعدين بنرجعهم على البيت، لنهاية الفيديو بنرجعهم على البيت. طيب نرجع هون، او خلينا نروح على التراكس الثالث او التراكتور الثالث نشوف صار فيه. هذا كمان خلص. هي رقم 6 خلصت، نروح على رقم 8. غير مزروع على رقم 8 هذيك. 8 و7. هلا هون رح نزرع كلون ولا عنب كمان. يلا خلينا العنب، خلينا العنب عشان بالمرة ننزل المود ونزرع عنب وخالصين. تماما. طيب نرجع بنكمل مشوارنا بهي السيارة، لما نشوف شلون واحد بخاف يرجع فيها. طبعا بعد شد وحط وشد وحط قررنا نشيلها بايدنا وخلصناها. هلا بنشيلها بنحطها هنيك، وبعدين اشرح لكم شلون نجيب. بس جبنا تراكس جديد بورجيكم شلون ننقلها، او جبنا ناقلة جديدة بورجيكم شلون ننقلها. هي هيك، طبعا انزلي هيك، لا ما هيك. طبعا حتى هي التريلا ما تزبط، في تريلا تانية مخصصة لها فكمان موجودة بالمود، لان هي الطريلة هلا بورجيكم ليش ما تزبط. وزنها قال 3000 كيلو قال. اثبتي على السيوي. طبعا مثل ما شفتوا بعد عناء طويل شلناها بالاخير بايدنا وحطيناها. طبعا ما طلعت وحده ثانيه لسه، فلا مو هي تريلا، هذا مو الراس. طول بالك خبطنا، خربطنا بروس. ما نصفوا هذا هون. ليكو هذا الراس. طيب ليه ما عم يربطها؟ انا راح اطب هلا ان شاء الله ما اطب. تمام، الان وصلنا هون. هنجيب تراكس الان، ناخذ هذا التراكس ونطلع فيه لفوق، مع انه كان لازم انا مطالعه معي، ما لازم احطه بالسياره نفسها طالعته، كان ممكن ايزي طالعته. هلا ايش بدنا نساوي؟ هلا بتشوفوا ايش بدنا نساوي. هلا خلينا نعرض هيك، بنلف هيك. شوفوا هون بالشغل هون ما تزبط، نشتغل من قلب الجوا، نطلع برا اجباري. شوفوا يب طبت هذا المطلوب. طبعا احنا عم نحاول انه نشتغل في دقة عالية واحترافية. ليش؟ لانه اذا ما اشتغلنا باحترافية حلو. هاي هون
انا نشيل سيارة الشحن. اللحظة رجعي ما ضبط تتمنى. طبعا هو بس مطلوب منه انه نتفي شو هون عشان تزبط من اول مرة. طبعا هون في مشكلة باللعبة بتقلدش اوقاتها، ما بياخذها مباشر المود، فهي احد اهم المشاكل يعني. فهو هلق ما اخذها، فلازم نحن نلاقي طريقة ناخذها فيها او نسلمها فيها. تمام، اخذها واخيرا بعد عناء طويل. المهم مثل ما انكم شايفين هون صار لنا 3000 وشوي، يعني هو رقم صغير جدا يعني لا يعطل شيء. فخلينا نجرب نشوف اذا في وحده تانية تحت. والله طلعت وحده تانية، نروح نجيبها ولا بلا؟ اقول لك بلا، نتركها الفيديو الجاي. اقول لك راح اسوي شيء تاني يعني. ايش بنساوي يا معلم؟ المشكلة صغيرة كتير. ننزل تحت هلق ونروح نجيب وحدة تانية، بس المرة ما راح اقصها، راح احطها من ورا وانزل تراكس تحت. طوبك اني اقلب، راح انزل تراكس تحت واحملها وراح اطلع فيها لفوق واخذ اللي ينقص وناخذهم الاثنين ونروح نبيعهم. فرجيكم شلون نبيعهم او طريقة البيع يعني. قلبت التراكس لانه قلب الساعة لان التراكس نحتاج له جوا تحت، يعني هو دايما لازم يكون موقع تحت، واحد لازم يكون فوق واحد لازم يكون تحت، يكون لازم اثنين، مو واحد يشتغل فيه. ولازم هو الافضل مو واحد فوق وواحد تحت بس، لازم يكون في شيء ثاني اللي هو لو برجيكم ايش هو. لازم يكون في ماكينة مثل هاي هون نفسها تماما لازم تكون هون موجودة، بس ولكن لأسباب صحية ما موجودة عنا حاليا. طبعا انا ما راح اتعذب بشيلتها بالتراكس لانه ما راح تنشال معي بالتراكس، لانه التراكس جدا صغير. بس قريبا بس نزلنا التعديل ونزلنا هي الشوكة المعدلة نجيبها ونشتغل فيها. وسخنا الارض يا زلمة، زعلت على الارض ترى شلون صارت كلها دواليب. يعني الكمية ما هي كبيرة بس يعني اتس اوكي. بدنا نروح يب. ويلي ما طلعت هي هون الحبلة. عصيت بالسيارة. المهم طالع فوق لا 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 قلبت 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 طبت 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 لا 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 لا
لح 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 ما كان عجبنا يكفيك يا بنت الحلال. شايفين هاي اول طبلية طلعت ايش قد وزنها؟ لسه بتتكمل سماها صوت بيطلع وزنها يعني تقريبا 3000 يعني هون ايش قدر عندي؟ 600 تماما. خلينا نرجع نوقف الوقت. طيب ننزل طبعا. نسينا نجيب التراكس. يا الله يلا عادي عادي. طبعا هون ممكن انا بورجيكم شلون بنشيلها. هون شيلتها شوي مختلفة هتكون عن سابقتها. شوفوا شلون ما عاد تزبط والله ما تزبط بس نحاول نتظبطها يعني. هو استغرقنا وقت شوي بس يعني شفتوا شلون الشغل انتاجية ذهب. شايفين شلون؟ طبعا ال ما ربط هذا ليش؟ طبعا الماكينة اللي فرجيتكم اياها جوا نفس الشيء تعمل نفس الشيء تماما يعني انه هيك مشان ننقل هاي الامور ونجيبها. تمام. فهلق بدنا نروح نبيع. وين بيع المرمر؟ راح فرجيكم وين بيع المرمر. يعني أول شي المرمر بنروح للأخير المرمر هذا هو المرمر هذا هو. شوف هذول نوعين المرمر نزلوا طبعا نوعين من نفس المكان نفس التاجر واحد بألف وميتين واحد بألف وأربعمية. يعني شوف هذا بألف وأربعمية هذا بألف وميتين والله ما فرق كبير له واحد يبيعون وخلصنا. بنحدد وين نروح نفضيه وبنروح منفضي المرمر. أوه في عندي شطب. ليش اختفيت عندي من الخريطة انه عندي مرمى؟ ايوه. هل ترون ما اراه يا اصدقائي؟ انا بس هي شوي هيك مزنحة من على اليمين ولازم انا فاككها مظبطها وبعدين مكملين دربنا يا معلم مظبطينها. بس طبعا هي التريلا هي اساسا ما تزبط. في تريلا ساوية ومسطحة بس مشان الشغلات هي هيك الضخمة بتحط عليها. من اورجيكم اياها ان شاء الله بالمستقبل القريب بس يشتغل مع الموت اذا اشتغل يعني. ما اشتغل ما بعرف اشتغلكم ان الله ما يقولوا نيسه. المهم وصلنا هون وبكل امان وسلام وان شاء الله ما تطب. المهم ان شاء الله ما تطب ان شاء الله ما تطب ان شاء الله ما تطب لانه وصلنا. مثل ما نكون شايفين المكان الاخضر هو مكان منين قفلت عليها مقفل على الكل. تمام مقفل على الكل واخيرا صرنا نقدر نمشي في امان. تحيل البوابه معلم. شوفوا ندخل هون هيك نصف السيارة بس ما يكون مسحطنا. تمام طبعا حتى بالبيع في بروبلم فلذلك نحن هنقرب كمان شوي السيارة. ايوه نقربها شغل شوفيرية محترفين بعدين الشوفير بطب يموت. يب قسما بالله العظيم. اول شي نحن راح نبيع هذول لان هذول شغلتهم اسهل بكتير. فك الحبل اللي هو طبعا هون انت دائما لازم يكون معك ماكينة او في شفتهم انا عاملينها تعديلة انه هون بدل هاي الشخفة موجود مثل رافعة شوكة. تمام مشان ترفع لك شغلات وتحط لك اياها وين بدك اياها. بس ولكن شفته هو غير يعني سيء. بعد ب 800 نزلت العالم بعد يا زلمة ما تنشر. المهم
بكون هون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا حسن المشاهدة، شكرا لكم. هذا هو مود السيارات او مود البناء مثل ما شفتوا، جبنا مرمان وبعناه. وبس كون وصلنا هون نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. صرنا كل يوم فيديو جديد حلقة جديدة، مو كل يوم يعني، تسوينا هيك اليومين. السلام عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.